عبقرة الجامعات الموسم الثالث ومباراة مهمة جدا في دوري المجموعات المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. جامعة الأزهر 80، جامعة كفر الشيخ 35. جامعة كفر الشيخ حصل عندنا تغييرين، هاجر شكري نزلت مكان علياء علاء، وسعيد عطا نزل مكان إبراهيم عبد المحسن. وحصل عندنا في جامعة الأزهر تغيير واحد بس، مصطفى ممدوح نزل مكان يوسف الجريتلي. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط، محمود والي ومحمود أحمد، محمود أحمد ومحمود والي. محمود والي أنت اللي هتبتدي الأول، صح؟ تمام. محمود أحمد اتفضل عند سليم، هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. تعالى مكاني يا محمود. محمود، كم سؤال؟ 10 سنة. في كم ثانية؟ 45. عايز الإجابات بصوت واضح عشان أعرف أقولك صح ولا غلط، اتفقنا؟ تمام. نطمن على محمود. تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي قارة يقع نهر اللؤلؤ؟ آسيا. صح. عن أي دولة أوروبية استقلت سريلانكا عام 1948؟ بريطانيا. صح. فنانة قامت بدور قمر في فيلم كف القمر. بس. كاتبة إنجليزية صاحبة رواية كروكت هاوس. أجاثا كريستي. صح. ما هو عدد الذري العنصر المغنيزيوم؟ 25. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة موزمبيق؟ برتغالية. صح. خضر التوني هو بطل مصري في الرياضة عالمية، فما هي؟ المصارعة. غلط. حاكم مصري وقعت في عهده حادثة دنشواي، فمن هو؟ محمد علي. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة فيتنام؟ جمهوري. صح. من هي المطربة العربية صاحبة أغنية آخر أيام الصيفية؟ بس. ده آخر سؤال. آخر أيام الصيفية يا راجل، غريبة جدا. تعالى مكاني. كم إجابة صح؟ مش عارف. خمس إجابات صحيحة بخمسة وعشرين نقطة. سليم، عايزين محمود ينضم لينا. كان في أسئلة مش عارف ممكن تتجاوب، في رأيي الشخصي كانت ممكن تتجاوب. ألف سلامة على ودنك. اتفضل. اتعذبت صح؟ لا الأول كان كان صوت عالي جامد. هي هو لازم، هي دي الفكرة إن أنت ما تسمعش. أنا حاسس لو في يعني حتة كده ويقوم معلي صوته جامد. عايز تعرف محمود والي عمل إيه ولا لأ؟ عادي. مش فارقة معاك؟ جاوب على خمس إجابات صحيحة بخمسة وعشرين نقطة. عايز إجاباتك بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. تمام حاضر. اتفقنا؟ نعم. بص قدامك، عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. تحت الضغط كاونتر. في أي قارة يقع نهر اللؤلؤ؟ أوروبا. غلط. عن أي دولة أوروبية استقلت سريلانكا عام 1948؟ فرنسا. غلط. فنانة قامت بدور قمر في فيلم كف القمر، فمن هي؟ فعلا. صح. كاتبة إنجليزية صاحبة رواية كروكت هاوس. فيرجينيا وولف. غلط. ما هو العدد الذري العنصر المغنيزيوم؟ 12. صح. ما هي اللغة الرسمية في دولة موزمبيق؟ برتغال. صح. خضر التوني هو بطل مصري في الرياضة عالمية، فما هي؟ رفع أثقال. صح. حاكم مصري وقعت في عهده حادثة دنشواي، فمن هو؟ قي توفيق. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة فيتنام؟ ملكي. غلط. من هي المطربة؟ تفضل مكاني. محمود، كم إجابة صح؟ أربعة. أربع إجابات صحيحة بعشرين نقطة، ولكن محمود أحمد هتدي لمحمود والي عشر نقط هدية. كلنا نحيي محمود أحمد ومحمود والي، تفضل. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش الأول. هما سؤالين بس الحقيقة. حاكم مصري وقعت في عهده حادثة دنشواي، عباس حلمي الثاني. فمن هو؟ طبعا عباس حلمي الثاني. سؤال الأخير، من هي المطربة العربية صاحبة أغنية آخر أيام الصيفية؟ فيروز طبعا. فيروز. ده سؤال كان سهل بصراحة يعني. كنتوا كام يا محمود والي؟ 35. 35. وكم إجابة صح؟ 5. 25 نقطة و10 نقطة دي بقيتوا؟ 70. 70. جامعة كفر الشيخ. جامعة الأزهر، محمود أحمد كنتوا كام؟ 80. 80 واربع اجابات صحيحه ب 20 نقطه، بقيتوا 100. 100. النتيجه في نهايه الفقره
100 جامعة الأزهر، 70 جامعة كفر الشيخ. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة الجامعة واحدة بس. أول اتنين محمود والي وهمة أشرف. محمود وهمة، همة ومحمود. 70 و 25 95 ترجعوا تاني في المباراة. 125 125 موضوع سهل جدا، تكملوا التألق. السؤال الأول، فنون، فنانة قامت بدور عائشة في فيلم شيخ جاكسون، فمن هي؟ ده اللي ألفه أخرجه عمرو سلامة. حنان مطوع. حنان مطوع، أنت روحت حتة بعيدة جدا. إجابة خاطئة. محمود والي. أنا نفسي أسمع إجابتك لعلمك. دوس على الباص لما تتكسف. هتكون مضحكة أنا واثق. وأنا كمان. عبلة كامل. شكلك مالكش في الأفلام، صح ولا ليه؟ مالكش في الفنون قد كده. مالكش في الفنون. أنا جغرافيا، تاريخ، حاجات من دي. لا مش كده كمان، أو تكنولوجيا مثلا. أنت راجل هندسة واتصالات و صح والله، ورياضة ومعلومات عامة وكل حاجة، بس الفنون إلا الفنون سبحان خالص. الله وجدت. طب قول لي أخبار هندسة إيه؟ الحمد لله تمام. ناوي تعمل إيه بعد كده؟ أنا عندي حلم كبير كده إن شاء الله بفكر فيه. أنا بحب اللغة العربية جدا، فنفسي إن أنا أعرب العلوم الهندسية، بدل ما أدرسها في الكليات بالإنجليزي أدرسها بالعربي. ربنا يوفقك، حلم مش سهل، بس حلم ممكن يفرق مع ناس كتير جدا. طبعا يعني أنت ممكن فعلا تساعد ناس كتير بحلمك ده. فعلا. ربنا يوفقك يا محمود ان شاء الله. طبعا اجابه ايه؟ مضحكه. برافو عليك، اجابه مضحكه. الاجابه الصحيحه امينه خليل. رفاق ومصطفى ممدوح. رفاق ومصطفى ممدوح، مصطفى ممدوح ورفاق. والسؤال الثاني، الحمد لله على السلامه. والله انا عارف ان انت تاكسي رايح وتاكسي راجع ومشاوير، انت فين؟ السؤال الثاني أدب، من هو الأديب الساخر مؤلف كتاب نهارك سعيد؟ محمود السعداني. مستعجل كده ليه؟ عشان ما تخطفش. خطفت البصر؟ إجابة خاطئة. ليش محمود السعداني؟ ساخر. كتاب ده بقى عن المواقف الزوجية المضحكة، وهي طبعا كتيرة جدا. مين بقى يا رفاق؟ لا معرفش. ما عندكيش إجابة؟ لا. شايفة؟ شايفة؟ زعلانين وشكلهم عارفين بصوت عالي كده، مين بقى؟ بالظبط كده، أحمد رجب. اتفضل. لسه ما عندناش أهداف. السؤال الثالث، هاجر ومحمود، محمود أحمد وهاجر، والموقف بقى صعب لأن ما فيش ولا سؤال تجاوب، فالسؤال اللي هتجاوب دلوقتي بقى ليه قيمة. السؤال الثالث، جغرافيا، في أي محيط تقع جزيرة مانيمبا؟ الجزيرة دي فيها أكتر من 600 نوع من الأسماك، المحيط الإيه؟ الهندي. نفس إجابتك؟ المحيط الهندي. الهدف الأول. اتأخرت يا هاجر، اتأخرت يا هاجر ثانية، والثانية دي فرقت، كان لازم تحاولي تجاوبي بسرعة. سعيد اتفضل. وأسماء آخر سؤال، يا سعيد يتعادل يا أسماء، حتى لو ما جاوبتش ترجعي ب 25 نقطة. طبعا لو الإجابة صح رجعت بهدفين، ما عندكش اختيار غير أنك تتعادل إن شاء الله. سؤال الرابع، قدرات ذهنية، حل مسألة الآتية، 72 على 12 في 14 زائد 16 يساوي كام؟ ثانية، ما لحقتوش تجاوبه. طار الوقت وطارت ال 25 نقطة يا سعيد. ما جاوبتيش أسماء، ولكن رجعتي ب 25 نقطة لجامعة الأزهر. تفضل.
نتيجة اتغيرت، جامعة الأزهر 125، جامعة كفر الشيخ 70. المجموعة الثالثة مجموعة مش سهلة، مجموعة صعبة. جامعة الأزهر بتأكد 6 نقط هتريح. أنا نزلت ما كانش فيه ولا هدف لسه، والحمد لله ربنا أكرمني وعرفت الإجابة الصحيحة. جامعة كفر الشيخ الأنين حاسين إن ماتش النهاردة بالنسبة لهم ماتش فيصلي. كنت نازل قلقان، وده اللي خلاني أتشتت ومعرفش أركز في حل المسألة. الهدف الأول إن شاء الله نحسم اللقاء في عجلة الحظ. مباراة صعبت على جامعة كفر الشيخ وتسهلت لجامعة الأزهر. خلينا نشوف عجلة الحظ هتودينا فين، وهنقول مبروك لمين وهارد لك لمين. نروح نشوف. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 80 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 160 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 390 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.